جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل قبل صلاة الجمعة سنة؟ ليس لها راتبة، صلاة الجمعة ليس لها راتبة قبلها، وإنما إذا دخل المسجد فإنه يصلي ما تيسر من النوافل، فإن شاء بعد ذلك أن يجلس وينتظر دخول الإمام، وإن شاء أن يواصل الصلاة النافلة إلى أن يدخل الإمام، وهذا أفضل. أما من دخل والإمام يخطب فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، لأن رجلا دخل والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فجلس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قم فصلي ركعتين. نعم.